مساء الخير. النهاردة عايزين نفعل ركن العلوم أو ركن الاكتشاف من خلال إن أنا أقدم للأطفال خبرات طبيعية من حاجات موجودة حواليهم علشان أدي خبرات وفي نفس الوقت يلاحظ مظاهر التغير اللي بتحصل للنبات، عملية إنبات كاملة إزاي إن أنا أكونها. هنشوف بعد شوية الطريقة إزاي إن هو يحول نبات من قد إيه ناشف وجاف وميت إلى نبات بدأت تظهر عليه مراحل النمو والاخضرار وإيه السبب في ده علشان يوصل للدرجة دي ويحصل له شعيرات جذرية بالشكل ده، بعد كده ينقله لزرع لمكان أكبر أو لتربة أكبر علشان يتغذى. هنشوف ده بعد شوية. طبعا بيشوف دوت وما زلت معايا البطاقة بتاعتي الاستمارة. الطفل بيشوف النمو والتغير ويلصق ورقة ويبدأ يرسم، يلصق ويرسم مظاهر التغير. بقالك كام يوم بتعمل ده؟ يبدأ يعد الورقات 1 2 3. بقى انت علمتيه كمان يحسب الزمن اللي حصل فيه النمو والتغير، واحنا عارفين ان موضوع الزمن من الموضوعات الصعبة، الموضوع نقدر نقول عليه مجرد صعب ان الطفل يعرفه، لكن لو انا حولته الخبرة حية وعملت مجرد ان انا اجيب دوائر صغيرة كده كل يوم هتيجي هتعمل ايه، يحط ورقة يلصق ورقة ويرسم، تاني يوم يلصق ورقة ويرسم، بقالك كام يوم يعد الورقات، وكل الاطفال بيعرفوا يعدوا من 1 لـ20 او من 1 لـ10 او من 1 لـ20، فيقدر يعرف يقول لك مر يومين مر 3 مر 4 وهكذا. نشوف عملية الانبات، ولكن قبل ما نشوف عملية الإنبات وطريقة التقديم مع الأطفال أتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة لتستمر معكم وبكم. في ركن الاكتشاف النهاردة عايزة اتعامل معهم مع النباتات اللي انا ممكن اخد الساق بتاعتها وازرعها في مية. قدمنا حلقة قبل كده ان احنا نجيب البذور والاطفال يكتشفوها ويشوفوا ونزرعها معاهم ويلاحظوا مظاهر النمو والتغير، بعد كده يلصق كل يوم ورقة ويرسم مظاهر النمو والتغير من خلال الحوار بينه وبين المعلمة. النهاردة انا عايزة اعمل شيء تاني، عايزة اجيب احد الثمار اللي ممكن اخد الساق بتاعتها زي دي مثلا، دي ثمرة الاناناس. هاخد قدام الاطفال، انا هجيبها في الفصل في ركن العلوم او ركن الاكتشاف قدام الاطفال وهقول لهم احنا هناخد الجزء ده وخليهم يوصفوا شكله، هو دبلان بالشكل ده وميت جدا بالشكل ده والوانه وكده، وخليه يمسك الورقة الاستمارة ويرسم فيها الشكل ده ازاي، ويرسم الجفاف بتاع الاوراق ويوصف لونها ويرسم جفافها. بعد كده قولي له احنا هناخد الجزء ده هنقطعه بالشكل ده. طبعا انت اللي بتمسكي السكين مش الاطفال. وهاخد الجزء ده منها وخليه يوصف الشكل ده ويوصف شكل ده الجذر بتاعي. لو انا اخدته وجبت زجاجة فاضية وحطيت مية وجبت الجزء ده وحطيته هنا كده، هجيب زجاجة كبيرة شوية وهحط الجذر ده بحيث ان ده يلمس الجزء ده يلمس المية، وهحطه هنا كده وهنسيبه في مكان فيه شمس، وكل يومين نغير المية. ليه كل يومين بنغير المية؟ هنغير المية علشان الجذر ياخد الاكل بتاعه الغذاء بتاعه من المية دي. هنا هتعلم الاطفال ان الجذر بيستقي الماء والاملاح. طيب خلاص عملنا اول خطوة، هتقولي لهم ايه؟ هتقول لهم كل واحد عنده الاستمارة بتاعته اللي هي دي هنحطها، وكل يوم هنروح عند النبات نشوف ايه التغير ونرسم، واليوم التاني نمسك ورقة نلصقها ونرسم قدامها ايه اللي حصل، ايه الجديد اللي ظهر، ايه الجديد، ايه الاوراق، هل في تغيير في لون الازهار، هل في حاجة ظهرت من تحت، هل في حاجة ظهرت، كم يوم بقالك بتشوف الزرع بتاعك، كم يوم بتشوف الزرع. يبدأ يعد 1 2 3، بقالي 3 ايام، بقالي 4 ايام، علمته يحسب زمن النمو والتغير بتاع النبات. هنيجي هنا انا عندي واحدة اهي انا زرعتها، شوفوا اللي خرج بره ده هو نفس اللون القديم ولا اتغير؟ طيب الجذر اللي تحت ده مازال كما هو
ولا اتغير؟ اتغير يعني ايه؟ طلع ايه اللي طلع؟ ايه دي؟ اسمها ايه؟ جذر ولا جذير ولا سيقان ولا ايه بالضبط؟ ايه التغيرات؟ الورق اللي جوه ده زي اللي بره؟ طب ايه اللي حصل؟ انت كل يوم بتعمل ايه؟ ارسم التغيرات في الورقه، خليتيه يرسم، خليتيه يوصف، خليتيه يلاحظ ان مظاهر النمو والتغير للنبات بتاعه ويحسب الزمن كمان. طيب احنا هنفضل طول الوقت النبات ده يتغذى على الميه بس، ولا احنا محتاجين تربه اكتر غنى وفيها مواد غذائيه اكتر؟ طيب نعمل ايه؟ الزرع موجود فين؟ محطوط فين؟ طيب تعالى نجيب حوض زرع، وخد الاطفال واشتروا مع بعض حوض الزرع او هات لهم حوض زرع. جبنا حوض الزرع، هاتي الجوانتيات انت والاطفال، بسوا جوانتيات وقولي له لو عندك ادوات زراعه طبعا، هنعمل فتحه في الارض وهنجيب النبات بتاعنا بعد ما بقت له جذور، وهحط النبات ده في قلب الارض في التربه وهقفل عليه علشان التربه تديله الغذاء بتاعه. طيب وهنحط له ايه؟ هنحط له ميه. طيب وايه كمان؟ هنسيبه في الظل ولا نروح نحطه فين؟ نحطه في الشمس، نحطه في النور، وكل يوم يلاحظ مظاهر النمو والتغير ويمسك البطاقه بتاعته ويرسم ويجي يحكي لك ايه اللي حصل. خلصت الحلقه، اتمنى تكون مفيده، تكون الحاجات موجوده. مش شرط تعملي نبات زي اللي انا عملته، لو كان ده مش متوفر دوري على اي نباتات عندك تقدري تزرعيها ويشوف الطفل عمليه انبات الجذور وتغير لون الاوراق ويبدا يرسم. مهم جدا انك تعملي استماره ملاحظه علشان يتكلم يوصف مظاهر النمو والتغير ويكتب ويرسم المظاهر دي وانت بتحاوريه وبتناقشي معاه علشان تثبت المعلومه في عقله ويبقى تعلم من خلال حاجات طبيعية ومكونات طبيعية من البيئة، زي ما قال جون ديوي، التعلم من خلال الخبرات الطبيعية واليدويات الطبيعية. إذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.